كلامكم الجميل أتلج صدري، فاغتنمت الفرصة وأنا متضرعة لله تندعي لله. والله اليوم قال ادعوا لأحبابكم والناس المقربين إليكم، فبغيت نقول لكل النساء وكل البنات اللي صيفطوا لي في الانستغرام لكم دعوة من القلب، وأخصكم في دعائي في هذه اللحظة، وكنقول الله يفرحكم والله يرزقكم. اللي ما عندهاش وليدات الله يرزقها الدرية الصالحة، واللي ما مزوجاش الله يزوجها، واللي هذا التسبيح ديال الوالد الله يرحمه ومصحاب ديالو. فدعيت ليا ودعيت لحبابي ولميمتي ودعيت لكل دعاوي الخير اللي بغيت، وقلت كذلك ندعي لمتابعاتي اخص بنت مزوجه الله يفرح بنيتها، واللي مريض الله يشافيه، واللي ميتين ليه والدي الله يرحمهم. وشكرا لدعائكم ليا البارح، شكرا لرسائلكم الجميله. لذلك انا كندعي معكم وكنقول لكم الله يفرحكم الدنيا والاخره. شكرا عندنا حنايا يا وقيته ديال بين المغرب وبين بالعصر وبين المغرب مستجاب في الدعاء، فقررت ندعي معكم ونقول لكم شكرا جزيلا لكل دعوات خير دعيتوا معايا. الله يفرحكم، اللهم تعالى يرزقكم الخير ويرزقكم ذكر النساء، كذلك بعض الرجال منهم اخص بالذكر النساء اللي دعوا معايا بزاف وقالوا لي جاك الحجاب زوين، مع انني انا ما درتش الحجاب، انا فقط احترمت هذا اليوم الفضيل عند الله سبحانه وتعالى، ولانني في هذا الوقت حسن الخاتمه. والله يعطيكم كل ما في قلوبكم من خير يا رب، وشكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا، والله يفرحكم يا رب، وشكرا لكم مرة أخرى. متابعيني أحبابي أصحابي، عيد مبارك سعيد معايا الشاب حسام. عيدكم مبارك سعيد وعقبة 100,000 سنة إن شاء الله. تعيدوا وتعاودوا من طيلات كنعيدوا عليكم، أوريدي حنا صابينكم حسام. أنا أحكي لكم دابا هادو حنا ما غندبحوهمش، غيبقاو في النتائج والخرين. هادو دابا ديال الملاد واش ماشي دول واحد ديالي واحد سمير باقي الاخرين، هادو غير الخراف الصغار الاخرين باقي فيهم. وفينا هما؟ واحد مات حلف الله مات ليه ابيلي على مات. ما عندهمش حواله، ما عندهمش كرون، ماشي بحال في المغرب. يا نهار اسود، ما تخافيش غير ركب. يا ناري شوفوا ضغطت لك والحقنا الجديده بابا الحقنا. بقاو فيكم دوك الخريفات مساكن ولا حسام؟ ما بغيتي مشي تذبحوا؟ حنا وصلنا هاي الدار بيسين. فين غادي يا الشريف؟ حنيني أنس 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 نخز. غادي تحيد كيتخزز علينا من الصباح هذا مالو؟ تحيا اختي سميره الداودي طالقه تسرح. الله يلعن الدير امك. ما الحواله، حيد حوليه فينا وحوليه. دابا جاب الناس خاور هنا شادشي سامر. الله يجعل شي بارك. يا معزه معزه فينا بالاخرين؟ الله يرحم الحاج عبد القادر. هذه ضربوا جمعه، ضربوا جمعه الحفره فين غيحطنا؟ واش هو بالعمان؟ السفير جاي، السفير جاي. الله يرحم الحاج عبد القادر. هذه ضربوا جمعه، ضربوا جمعه الحفره فين غيحطنا؟ واش هو بالعمان؟ السفير جاي، السفير جاي. فاطمه سون فور سوين فور. الصباح هذا مالو؟ تحيا اختي سميره الداودي طالقه تسرح. الله يلعن الدير امك. ما الحواله، حيد حوليه فينا وحوليه. شاش دارس اي لا ما لحتيهاش المهدي ما نسميكش. امي تعال لا تعال هنا هنا.
الحمد لله ربي لي علامات. خاطرك هنا حيت ما خصوش يشوفو كي تذبح من القبلة. مين نقول له؟ بس بسم الله الله اكبر. ما عندهمش حواله، ما عندهمش كرون ماشي بحال في المغرب. يا نهار اسود، ما تخافيش غير كي يا ناري. شوفوا ضغطت لك جو العيد غزاله هنا بصراحه. دوزنا نهار زوين، جو رائع. يا سلام، عيد مبارك سعيد. ثم باقي ناعسين، حنا فقنا وذبحنا وسلخنا ودينا نشويو. احبكم في الله جميعا، يرحم قلبكم. شكرا لكم، ثبت لله ودرت الحجاب. اكيد كلنا كنتمناو نتوبوا لله، التوبه ليست عيب، لكن انا ما درتش الحجاب. ما تبقاوش تكتبوا العناوين المثيره باش تثيروا انتباه الناس وتدخلوا. للتوضيح، لقيت شي صفحات وشي مواقع الكترونيه وشي قنوات على اليوتيوب نزلت الفيديو ديالي اللي كنت فيه بالحجاب وكاتبين سميره الداودي. تنا كان يوم الجمعة ويصادف ليلة ثاني يوم وقفة عرفة، فمشيت للجامع كعادتي كل جمعة، كنصلي كنتوضا كنقرا القرآن كندعي له، كندير طقوسي الدينية ديال كل جمعة، ديال كل جمعة كندير داك الطقوس الدينية ديالي، ولبست داك الحجاب وعجبني وجهي وأنا معجبة. فقلت حطيت الفيديو وطلبت رايكم، قلت لكم كيف جاني الحجاب ودعيو معايا. وقلت للناس عجبني الحجاب دعيو معايا حتى انا شي نهار ربي يحن عليا ويعفو عليا ونكون متحجبه، ولا زلت اطلبها من الله سبحانه وتعالى. وما تبقاوش تكتبوا، هذا كان فقط توضيح بسيط جدا على ما يروج وعلى ما راج. تحياتي. هي دارت الحجاب، عندك تدير بحال نادا حاسي وتقلعو. انا ما تحجبتش، ما درتش حجاب، واتمنى انني نكون يوم في يوم من الايام كنت انا دايره الحجاب. لما لا؟ هذاك ستره من عند الله سبحانه وتعالى، اللهم تعالى يمن عليا به.